للوقوف على آخر التطورات في جنوبي القطاع، انضم إلينا من خان يونس زميلي إبراهيم مقنن مراسل الغد. أهلا إبراهيم، مساء الخير. يعني ضعني في آخر التطورات في خان يونس، ماذا أيضا عن القدرات الطبية في مجمع ناصر الطبي زميلي إبراهيم؟ كذلك النقطة الأخيرة فيما أود الحديث معك عنه هي عن عملية النزوح، إلى أي درجة هناك عائلات وبالمئات تنزح من خان يونس ومن رفح باتجاه وسط القطاع؟ إبراهيم، يعني بداية فيما يتعلق بالوضع الميداني، سواء كان ذلك في محافظة رفح أو مدينة خان يونس، فالأوضاع على حالها. قبل قليل تم نقل 3 من الشهداء جراء غارة إسرائيلية عنيفة ومميتة على منطقة البركسات في الشمال الغربي لمدينة رفح. هؤلاء الشهداء الثلاثة نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس، إلى الشرق من مدينة خان يونس. هذه المنطقة، منطقة البركسات، منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة تتعرض إلى عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مشاركة الزوارق البحرية الإسرائيلية في عمليات القصف، والتي تسببت قبل عدة ساعات أو قبل 3 ساعات من الآن إلى استشهاد 3 من المواطنين الذين استشهدوا داخل أخيام النازحين في منطقة مواسي رفح. هذه المنطقة التي ما زالت تتعرض إلى عمليات قصف عنيفة من قبل الزوارق البحرية والمروحيات الإسرائيلية، بالإضافة إلى المدفعية والطيران الحربي الإسرائيلي. كل المناطق الغربية لرفح، حي تل السلطان، الحياء السعودي، منطقة المواصي، دوار العلم، البركسات، منطقة الشاكوش، هذه المناطق الغربية من مدينة رفح تتعرض إلى وابل من عمليات القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي أدت اليوم فقط إلى استشهاد نحو 11 فلسطينيا جراء هذه الغارات المتواصلة على المناطق الغربية. كذلك الحال قبل قليل، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجا سكنيا في محيط الطيارة أو مفترق الطيارة غربي مدينة رفح، بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات نسف المنظم، نستطيع أن نقول النسف المنظم للأحياء والمربعات السكنية في أحي السعودي 1 و2 و3 وبطبيعة الحال حي تل السلطان، على الرغم من الاشتباكات العنيفة التي تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذين الحيين، والتي تمكنت من خلالها المقاومة الفلسطينية تحديدا كتائب القسام، سرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى من إمطار تجمعات الجيش الإسرائيلي والأليات الإسرائيلية في المحور الجنوبي وفي قلب حي تل السلطان والحي السعودي بعشرات من قذائف الهاون وأيضا القذائف المضادة للدروع. العدوان الإسرائيلي، تكثيف الغارات الإسرائيلية على غرب رفح، هذا لا يعني أن الوسط لا يتعرض إلى عمليات القصف. القصف في وسط رفح مرعب، مخيف، وتستمر الغارات الإسرائيلية، وأيضا سياسة النسف والحرق أيضا كما حدث في منطقة البرازيل في الجنوب الشرقي من وسط مدينة رفح، حيث تعمدت وحدات الهندسة الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية المتمركزة في حي البرازيل إلى حرق عشرات المنازل واشتعال النار في هذه المنازل، وبالمناسبة هذه المنازل التي يعني نجت من القصف والتدمير لكنها لم تنجو من عمليات الحرق المتعمد. الغارات الإسرائيلية أيضا على المنطقة الوسط رفح الشابورة، والذي تدور فيه أيضا اشتباكات عنيفة، بالإضافة إلى محور صلاح الدين، أيضا تستمر عمليات القصف الإسرائيلي، كما تم انتشال شهيدين من المناطق الشرقية لمدينة رفح ليصبح أعداد الشهداء اليوم في مدينة رفح 13 شهيدا. أما عن حركة النزوح من رفح إلى خان يونس، الحركة النزوح متواصلة، لكن هناك خشية كبيرة من قبل من تبقى من المواطنين، والذين الآن ينحصروا تماما في أقصى نقطة من الشمال الغربي لمدينة رفح، تحديدا على شاطئ البحر بالقرب من مركزين أساسيين، المركز
المركز الأول، المستشفى الميداني الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الناس تحتمي بهذه المؤسسة الدولية، والمكان الآخر هو المستشفى البريطاني الواقع ما بين خان يونس ورفح. الناس جميعها أو من تبقى من النازحين متواجدين في محيط هذه المنطقة. أما في الوضع الميداني في خان يونس نستطيع أن نقول أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، وآخر الغارات الإسرائيلية كانت على قلب مدينة خان يونس، على وسط المدينة، على منطقة تعرف باسم شارع جلال، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على استوديو تصوير، وأدى هذا القصف الإسرائيلي إلى استشهاد مواطنين رجل وسيدة، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. كذلك الحال، استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب خان يونس وشمال خان يونس، لكن دون أن يسجل وقوع ضحايا. نقطة في السياق، ذكرت لي وليست المرة الأولى صراحة زميلي إبراهيم مسألة تعمد الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي في مسألة حرق البيوت أو المنازل، البنايات بأكملها. نحن نعلم زميلي إبراهيم قدرات إسرائيل في إصابة البناية حتى لو مرتفعة عدة أدوار بضربة واحدة، تسقط هذه البناية وتصبح كومة من التراب، أي أنه لديهم هذه التكنولوجيا. مسألة الحرق، ما هي فلسفة إسرائيل في حرق البيوت أو أنه تجعلها تحترق أمام الناس، أمام أعين أصحاب هذه البنايات والشقق والمنازل، أمام أعينهم يتم حرق هذا البيت أو المنزل؟ هل هناك فكرة، فلسفة، سيناريو، هدف، رؤية إسرائيلية وراء هذا الأمر إبراهيم؟ لما وهم لديهم القدرة مرة أخرى، هم لديهم القدرة على إصابة البناية في نقطة محددة تسقطها عن بكرة أبيها، ليس كذلك؟ فلما أصلا فلسفة الحرب؟ ما الذي نفهمه إبراهيم؟ أنت أقرب مني، ضعني في هذه التفصيل رجاء. سؤال حقيقة، سؤال مهم، نحن نتلمس يعني من هذا السؤال هي الإجابة، أن إسرائيل تتعمد حرق قلوب الغزيين على منازلهم التي تحترق. يعني الناس تقول أن القصف الإسرائيلي وتدمير البنايات أهون بألف مرة من عملية حرق المنازل، لأن المنازل تبقى واقفة لكنها لا تصلح أبدا للسكن. على ما يبدو ومن طبيعة تجوالنا في أكثر من منزل تعرض للحرق على الأقل هنا في مدينة خان يونس، أن عملية الحرق تتم عبر مواد كيماوية خاصة، لأن الخرسانة المسلحة تحترق، الحديد المسلح داخل الخرسانة يعني تخرج إلى خارج، يعني تتم أكل كما نقول أكل البطون المسلح أو الخرسانة المسلح، حتى الحديد الذي يبلغ يعني سمكه 14 و16 ملي متر يحترق تماما بفعل هذه النيران. هذه النيران لا تبقي أي شيء داخل المنازل، فقط هذه المنازل تبقى يعني أشبه كما نقول بهياكل بيوت، لكن من الداخل لا تصلح على الإطلاق للسكن، وهي منازل آيلة للسقوط في أي لحظة. لذلك إسرائيل تتعمد حرق هذه المنازل لحرق قلوب أصحابها ولجعل الناس تتحسر على تعب سنين. هذه المنازل التي تحترق أصحابها يعني عملوا على مدار عقود طويلة 30 عام و40 عام حتى يتمكنوا من بناء بناية لهم ولأولادهم، تحترق بطريقة غريبة وعجيبة جدا. لأول مرة نرى يعني بأم العين يعني طبيعة هذا الحرق. يعني نستطيع أن نقول أن إسرائيل تستخدم مواد كيماوية، مواد محرمة دولية في حرق هذه المنازل، والتي لاحظناها بصورة كبيرة جدا في خان يونس، والآن إسرائيل تنتهجها في أماكن مختلفة من رفح تحديدا، حي البرازيل، الشابورة، وأيضا مناطق حي تل السلطان. هذه المناطق تتعرض فعليا إلى الحرق، وهو أصعب من القصف الإسرائيلي بعشرات المرات. البيوت مدمرة تماما، معتمة، مظلمة، ولا تصلح للسكن. نتحدث عن خرسانة مسلحة هي مهترئة تماما ومدمرة تماما، الحديد يعني كما نقول بالعامية يعني موكول بفعل النيران
يعني المستعره داخل هذه المنازل. هذه سياسه الاحتلال، الاستحلال. الاحتلال يمعن ويتفنن في إذاء الشعب الفلسطيني وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني، يعني إما نسفا وإما قصفا وإما حرقا. وقتي قد انتهى إبراهيم، أولا شكرا على هذا الكم من المعلومات. أتمنى أن سيارة الإسعاف التي أطالعها الآن في خلفيتك لا تحمل مصابين أو حتى شهداء. شكرا جزيلا لزميلي إبراهيم قنن مراسل الغد من خان يونس. طبعا سأعود إليك إبراهيم كلما جد شكرا.